الاستعدادات كما تشاهدون الآن للانطلاق على بركة الله تعالى. فتحت البوابات وانطلقت الجهاد والأفراس المنتجة محليا عمر 4 و5 سنوات الخيل التي لم تربح في شوطنا الأول من علامة 1800 متر. كما تشاهدون في هذه اللحظات المحاولات تأتي في هذه اللحظة لمشعل الليل في المقدمة مع محاولات الآن لرنوى الآن في المركز الثاني مع محاولات مستمرة الآن لبقية الجهاد المشاركة في هذا الشوط في شوطنا الأول أول الأشواط في الحفل 47 في فعل شيء الخروج من هذه الفئة فئة الخيل التي لم تربح. كما تشاهدون الآن بيرم الآن يحاول أيضا في المقدمة في هذه اللحظات مع محاولات مستمرة أيضا لشملال الآن في المركز الثالث والدخول الآن كما تشاهدون في هذه اللحظات للمركز الثالث مع محاولات الآن لرنوى الآن في المركز الثاني التقدم الآن لبيرم الآن في المركز الأول مع محاولات من شملال الآن المحاولات تأتي لينال الآن في المركز الرابع في هذه اللحظات المحاولات مستمرة التنافس على شد في هذه اللحظة بين رنوى الآن في المركز الأول وبيرم في المركز الثاني وكذلك شملال في المركز الثالث وينال في المركز الرابع في هذه اللحظة المحاولات قبل المنعطف الأخير لرنوى للتقدم للمركز الأول المحافظة على المركز الأول في هذه اللحظات المنعطف الأخير بداية الخط المستقيم التنافس على شد في هذه اللحظات وينال الآن من الخارج المحاولة للدخول في محاولة أيضا من الخارج للدخول في هذه اللحظات المحاولات لبيرم الآن في فعل شيء والتقدم في هذا الشوط المحاولات مستميتة لبيرم للمركز الثاني في هذه اللحظة الدخول الآن من الخارج لينال ينال المركز الأول ينال يحافظ محاولات من سنيورة جواد الآن إنما ينال المركز الأول بكل قوة بكل اقتدار وبقيادة موفقة لعلي المتعب المرشح الأقوى للفوز في